الفنانه المصريه منال سلامه في مهرجان اسكندريه السينمائي طلتي عليكي بستايل يعني بسيط وجميل، مين صاحب الستايل دوت؟ لا، هو الافتتاح، فستان الافتتاح كان بهيش حسين، وبرضو السبورات دي من بهيش حسين. يعني بهيش بقاله فتره بتعامل معاه، من الديزاينرز اللي فهمنا بعض وبنعمل حاجه شيك ومحترمه في نفس الوقت. ففستان الافتتاح كان بهيج حسين، وهو اسكندراني على فكره. فانا ببقى فرحانه كمان انه ديزاينر اسكندراني بيعمل حاجه الاسكندرية. وكان كمان عامل لي كمان مهرجان القاهره السينمائي السنه اللي فاتت، انا بحب شغله جدا، وحتى السبورات بتاعته بتبقى لطيفه جدا جدا. جمال، مش جمال عبد الصمد، جمال منال سلامه الدائم، وراء سر، من ضمن السر دوت الابتسامه الجميله. وايه تاني اللي بتحافظي على جمالك الدائم دوت؟ مسلمه امري لله، ما عنديش صراعات، مؤمنه بالقدر، بجتهد، والنتيجه بايد ربنا سبحانه وتعالى، لانه وعدنا ان لكل مجتهد نصيب. ما بشيلش غل لحد، انا شخص ناري وصريحه وبقول كل حاجه. في ناس بتفهم غلط وفي ناس بتفهمني صح، اللي بيعاشروني بيفهموني صح، وانا اللي في قلبي بقوله بسرعه. حتى زعلانه منك بقول لك انا زعلانه منك عشان كذا كذا كذا، مبسوطه بقول لك انا مبسوطه عشان كذا كذا. ف مش شايل، يعني مش شايل هم. برج ايه؟ الحمل. طب برج الحمل وبرج الدلو وبرج الجدي، هل انت تؤمني بهذه الابراج؟ ما فيش حاجه اسمها ايمان. أيوة. هو معنى ده مش حاجات غيبيه. هو الحقيقه اللي درسوا علم الابراج عملوا سمات لكل برج، كل برج له سمات وقسموها. يعني في برج ناري، برج، ودي اعتقد احتمال نتيجه خبرات. فانا النهارده لما مثلا اعرف انك جوزاء، خلاص انا عرفت اتعامل معاك ازاي. عادل اديب جوزاء، عادل عذراء، والحمل والعذراء متوافقين بالمناسبه. فهي بتبقى سمات شخصيه. طبعا البيئه والنشاه بتاثر في هذه السمات، بتفرق من شخص لشخص حسب البيئه يعني. انما مثلا الابراج الناريه هي فعلا بتبقى ناريه، حاميه وسريعه وعايزه هتعمل حاجات بسرعه وتنجز. الابراج الترابيه والمائيه فعلا مش ايمان. اما تدرس يعني اقتنعت نتيجه خبراتي بالاشخاص. الصبح فتحت الجورنال لقيتي في برج الحمل. لا ما بقراش الحاجات دي. لا 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 لا، ما بقراش علم الغيب وايه اللي هيحصل ولا لا 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 خالص. لا، انا بكلمك في الابراج كعلم له سمات، انما هيحصل ايه كمان دقيقه لا اؤمن. كذب المنجبون ولو صدفوا. جميل. رساله للفتاه العربيه تقول لها ايه؟ كوني انتي، ما تخليش اغراءات الغرب تغريكي. ميزه مصر ان الست المصريه امرأة بكل المقاييس، هي زوجة وأم وحبيبة، وهي اللي بتربي الأجيال، فبلاش قشور الحاجات اللي احنا بنشوفها.